يتعلق بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة القطيف. يعني هنا أنا أقرأ لك بيان صدر عن وزارة الداخلية السعودية في أكتوبر 2011: دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن من خلال التحريض على الاضطرابات، إنما يجري يعتبر تدخلا سافرا في السيادة الوطنية على ضعاف النفوس أن يحددوا بشكل واضح إما ولائهم لله ثم لوطنهم أو ولائهم لتلك الدولة ومرجعيتها. البعض يقول بأن المعني هنا في هذا البيان هي إيران. حتى الرئيس حسني مبارك لو كان اليوم في الحكم، الرئيس السابق، رئيس مصر السابق، لو كان اليوم في الحكم لا انتفض واحتج على هذا البيان، لأنه صدرت تصريحات شبيهة بهذه التصريحات من مصريين في زمنه، فاحتج عليها وقال هذه إهانة لشعبي، شعبي لا يأخذ تعليماته من الخارج، عندما اتهم بعض المصريين بأنهم تابعين لإيران وعملية التشيع وتحريك الاضطرابات وكذا. طيب. ونحن جلسنا معه، أنا والرئيس محمد خاتمي، جلسة ثلاثية لم يحضرها أحد، شاهدنا الله وحده. كان ينتقد الرئيس السابق حسني مبارك، الرئيس السابق حسني مبارك والرئيس السابق محمد خاتمي. طيب. ولكن عندما جلس محمد خاتمي كان رئيس سابق وحسني مبارك كان رئيس يعني في طيب. وقته ولم يكن رئيس شاهد من الكلام. نعم. وإسقاطه على الموضوع السعودي. نعم، قال هؤلاء، هو هكذا شرح لنا نصف ساعة وهو يتكلم عن هذا الكلام الذي ينتشر في مصر وسببه يأتي من السعودية ومن هذه المنطقة، هو قال لنا ذلك وعلى مسؤوليته هذا الكلام. نحن استغربنا، قال نعم هم هكذا يقولون لنا وهكذا ينقلوا لنا التقارير. أنا أعتقد أن الأمر مشتبه على أخوتنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية وحكامها الشيعة هناك. قد يكون هناك محاولات فردية تقوم بها جماعات متطرفة الدول لا علاقة لها في هذا الموضوع. لماذا تتهم أنت؟ لماذا حلال عليكم دكتور أنكم تتهمون دول بعينها في التدخل أنها يعني تعمل على زعزعة أمن المنطقة العربية في إيران، في حين أنكم تبرئون أنفسكم من أي تدخل سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية؟ فليبرزوا هذه الوثائق يا أخي، من لديه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، مش هذه قاعدة قانونية وحقوقية في العالم؟ نحن ننكر أي تدخل في أي بلد عربي إلا بالكلمة والخطاب والأمثولة والمقولة والقول. نحن نتدخل في مكان واحد ألا وهو في مساعدة الفلسطينيين في الانتصار على الكيان الصهيوني الدخيل والغاصب والقنجر في العالم الإسلامي. هذا تدخل، هذا التدخل المعلن، وهذا البعض يقول هناك تدخل غير معلن، وهذا لا في هذه الدول منه بل نفتخر به. لا، هذا له سبب عقائدي وديني. ما راح أدخل في الجانب الفلسطيني، لأن لا 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 لا, لا, لا أريد أن أدخل بجانب الفلسطيني. لا. طيب. أقول عندما يكلفنا ديننا وشريعتنا فنحن نقول هذا، ديننا وشريعتنا يمنعنا من التدخل في بيت جيراننا. عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث: هناك توجيه وتدريب خارجي واضح من الأسلحة النارية المستخدمة إلى الإعلام المساند في المسألة، عبارة عن فكر تنظيمي وليس تلقائي. السعودية لديها دلائل دامغة تثبت تورط طهران. أنا بدي أفهم، يعني هل مسكوا سلاح في بيت؟ طيب. هل مسكوا خلايا؟ خلينا استحضر أنا بعض الاستشهادات من قبل بعض الشخصيات السعودية. طارق الحميد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط السابق كتب: استهداف إيران للسعودية ليس وليد اليوم، وإن تصاعد مؤخرا، طهران تريد استهداف المبنى الوحيد الشاهق الارتفاع في منطقتنا وهو السعودية. أن النظام الإيراني بات لا يتوانى حتى على استهداف رجال السعودية بعد أن استهدفها داخليا مثل العوامية. هل استوعب المغفلون والمخادعون أن إيران هي العدو الحقيقي؟ هي العدو الحقيقي. أنتم العدو الحقيقي. هو هذا يقول له من فمك أدينك. دعنا نتكلم عن الفكرة. نعم، عن الفكرة. لا لا لا، نذهب بشخصنة الموضوع. لا لا لا، ليس يا أخي، إحنا نحكي على الأفكار. بالمناسبة أنا الأشخاص كلهم محترمون، كلهم مقدرون، كلهم على رأسي، حاكما محكوما. الفكرة اللي قاعد يطرحها الأخ الفاضل طارق الحميد: أنتم العدو الحقيقي بسبب استهدافكم للسعودية. أنا أناقش هذه الفكرة. أنا أقول من يخلص بالمنطق في الصغرى والكبرى، من يخلص من الصغرى إلى الكبرى بأن عدوكم الرئيسي هو إيران، هو الذي يحرض شعبه على إيران ويريد من خلال هذا التحريض أن يقول أن إيران تتدخل. هو عكس الآية، لأنه كيف أن عدوكم الرئيسي إيران؟ هل يعقل؟ اسأل أي، يعني لو تسأل ملك السعودية الآن يقول عدونا إسرائيل، أليس كذلك؟ هذا المعلن.
المعلن في المملكة العربية السعودية العدو الرئيسي للعرب والمسلمين، أنا لم أسمع شيء آخر. أنا زرت المملكة واجتمعت بالملك ومع كبار المسؤولين الإيرانيين، قالوا عدونا إسرائيل وأنتم أقرب الناس إلينا، وعقدت اجتماعات ومؤسسات. قد يكون هذا في السابق، لا 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 لا. البعض يقول أن العلاقات متوترة بين إيران والسعودية متوتر. بسبب حسب ما يقول البعض التدخلات الإيرانية المستمرة لزعزعة أمن السعودي. هذا لا يتحول، شوف التوتر يعملوا له أسبرين، أمبيسيلين، بيعملوا له يعني في له دواء للصداع. هذا صداع، التوتر يعني صداع، هذا ليس غدة سرطانية كما إسرائيل وبالتالي تتحول إلى عدو رئيسي. لكن صداع مزمن، البعض يقول صار له سنوات. لا، الصداع حتى الشقيقة، لماذا سموه الشقيقة؟ لأنه أنت لازم يعني الدماغ والرأس باستمرار هذا الصداع، يعني طيب. صداع الشقيقة يعني اعتبرونا صداع شقيقة، هذا يعالج أيضا اليوم. تقر أن إيران بالنسبة للدول صداع شقيقة بالنسبة لهم. نحن لا نعتبر أصدقائنا صداع شقيقة، بالعكس نحن نقول لهم أنتم مثل أنفسنا، مش أخوتنا، أنتم مثل أنفسنا. أنتم في الخليج طيب. الآن خليج فارس طيب. هذا بيننا وبينكم اسمه التاريخي طبعا، ما العلاقة الخليج العربي. نعم نعم, نعم. هذا الخليج، هذا الخليج الوادع، خليج السلام والمحبة والأخوة والكرامة والعزة طيب. من الإسلام المشترك بيننا وبينكم، والكعبة الواحدة طيب. والرب الواحد طيب. والقبلة الواحدة. هذا هو أنتم أخوة، أنتم أهل أنفسنا، ليس أخوتنا، يعني ليس شيء آخر حتى نكون لكم نحن صداع. أنا أقول حتى هم لو اعتبروا هذا صداع من نوع الشقيقة فمعالجته بالأعشاب أيضا، ما يحتاج إلى حروب ولا تبسط المسألة بشكل. لا أنا مش أبسطها، الله سبحانه وتعالى بسطها. يعني معقول إحنا متفقين على 90% ونمزق هدوم بعضنا البعض مثل ما يقولوا أخواننا المصريين من شان 10%؟ ما 90% إحنا مشتركين، 10% مختلفين. بينما التسعين والعشرة هذه من المنظور الإيراني البعض ينظر لا حتى هم بشكل لا حتى معاكس تماما، إلا هذه الفكرة التي وصلتنا على لسان من قرأت له طيب. يقول إن عدونا الرئيسي طيب. يعني إسرائيل طيب. إسرائيل قال إيران، ما قال إسرائيل. لا إحنا نقول إسرائيل ويقول إيران طيب. هذه معالجتها بطريق مختلف بالاستئصال، لأنه غدة سرطانية بعد الفاصل.